دكتور ايمان، النقطه دي مهمه قوي. فاكره من فتره كده ساعه كورونا كان في ازمه في السكر، تمام، وكنا بندخل الهايبر ماركتس الكبيره ونلاقي الناس بكميات وسته وسبعه وثمان تكياس. الواحد بيبقى محتاج قد ايه يعني كل فتره كيس سكر، الا لو كنت بقى فاتحه محل حلويات؟ يعني السلوك ده اللي بيخلي فيه عجز في المنتجات المعروضه في السوق. انا باخد احتياجي بس، السلع الاستراتيجيه اكيد الدوله بتوفرها مفيش عجز فيها، ولكن اللي هيفتعل الازمه ان انا اخد ازيد من احتياجي طبعًا. ويجي حد تاني يكون محتاج السلع مش تكون موجوده. ده بيحصل برضه في العالم، البانيك اللي بتحصل مع اي ازمه. تمام، ولكن في العالم عندهم ثقافه الترشيد والسلوك الاستهلاكي غير المجتمعات الشرقيه. بيشتروا بالتفاحه بالظبط، احتياجه فقط احتياجه فقط. فانا لما بنرجع بنقول نصائح لربة الاسره، انت لما بتنزلي المجمعات الاستهلاكيه او الاسواق اللي هي الشعبيه او الجمله بتكون الاسعار الى حد ما قليل، ولكن بشوف بقى صاحبتي مامتي اختي بنجيب الكميه بسعر قليل وبنقسمها. ما بنجيبش قصدك على الجمله يعني؟ اه الجمله، على الاقل اتوفر شويه في الاسعار عن المعروض في السوبر ماركت او في المحلات او الاسواق اللي هي بتبقى غاليه شويه، يعني بحيث ان انا احنا قلنا في البدايه بنتحايل على الموارد بحيث ان احنا نقدر نوفي احتياجاتنا. نشارك ابنائنا زي ما قلنا، وبلاش الاتكاليه، وربة الاسره اللي هي بتشتغل يعني برضو بيكون لها دور انها تساعد سواء في فواتير الكهرباء او في الغاز او في الميه او في المصروفات. كلنا نقف مع بعض بقى. بالظبط، احنا ده مش الأسرة. وقت بقى اصل انت ما بتصرفش، اصل انت ما بتدفعيش، اصل انت يعني الاسره في مركب واحد، الاسره في مركب واحد، الاتكاليه على فرد، فهي اتغرق الاسره في النهايه. صح. في ظل وجود ازمه اللي موجود زي ما بنقول كده بيسد للاسره. زمان كنا بنسمع مثل جميل قوي كان يقول لك اجدادنا يعني وجداتنا، اللي هو قرش للسوق وقرش للصندوق، بمعنى اللي هو انا عارفه نازله مش واخده حاطه عيني على ان انا هخلص الدخل كله على بند الغذاء، لا في بنود كتيره تانية. طبعا بند الغذاء احنا بند علاج وفي بند مدارس وفي لبس وكهرباء وميه. كهرباء وميه طبعا. بالنسبه لترشيد برضو الاستهلاك في الكهرباء والميه، انا الفاتوره بتجيلي حسب استهلاكي. يعني احنا بنقول الفواتير عاليه او الفواتير منخفضه، ده استهلاكي داخل الاسره ولا بيقول اذا كانت الفاتوره غاليه او لا، فاحنا بنرشد استهلاكنا قدر الامكان بحيث ان احنا نقدر نعدي الازمه دي على خير. واحنا دايما بنقول الست المصرية ما مرت بأزمات وكانت بتعدي منها على خير. وهأكد تاني على نقطة أهمية اللي هو مراقبة التجار، إن هو اللي مفتعل الأزمة بالصورة الكبيرة أو بالصورة الواضحة. ودايما بقول لهم أنت مش لازم تبقى عميل عشان تخدم عدوك، ممكن تبقى ما عندكش وعي، ممكن تبقى جاهل، ممكن ما تبقاش مدرك لمدى الأزمة اللي احنا فيها، فبالتالي بتكون عامل سهل أو أنك تأثر على نفسك وتأثر على مجتمعك. طبعا احنا غير كمان احنا في نداء برضو مش لطيف، إن احنا بنبص لبعض. بالضبط. يعني إيه شايفة جارتي جايبه معاها ايه، انزل انا كمان اشتري، اصل اختي عملت ايه فانا كمان، الولاد اصل اصحابي يا ماما في المدرسه كذا، اصل ولاد عمي بيعملوا كذا. فحكايه اننا نبص لبعض يا جماعه ده مش وقت فشخره خالص. لا. دلوقتي ومش وقت تقليد وحاجه، يعني كل واحد بيبص لامكانياته كذا، فبناء عليه بجمع الاسره. احنا دايما نقول في كل حوار الاجتماع الاسري، الاجتماع الاسري ده اللي هو امكانياتي 1 2 3 وايه حدودي، بناء عليه انا بطلب الطلبات اللي انا محتاجاها. وفي الوقت ده انا يعني ايه في حاجه اسمها التخلي عن اللي هو مش ضروري. طب مثال يعني ايه التخلي هو مش ضروري؟ يعني مثلا انا في البيت عندي بشرب قهوه وشاي، ما اقدرش استغنى عن الشاي، ولكن القهوه الى حد ما فاستغنى عن القهوه. ده اللي اقصده اللي هو التخلي.